في عام 2010 غادرت دمشق متجها إلى مدينة السلمية كي أقوم باستطلاع يخص فيلما وثائقيا عن عائلة أمي الكبرى. كنت أنوي العمل عليه. تفوت على التواليت احنا مسي عندي 50 بقرة ما خلص خرا الا ما اكون صاي عندي شي 50 بقرة. احلى كيف البقرة جبتها وخلفي وصار بقرة ثانية وصار بقرة وصار هي وعملت باكي طيعت قرض وما ادري شو جبت بقرتين ما كنت خلص شو اسمه الا ما اكون صار عندي شي 50 بقرة. يا اخي صعيد على بعدنا حرير بس في شيء انه بالحياة مليح مقبول يعني وكان يعني فينا نزود يعني على هاي الحركة مزبوطة كاني هاي الحركة الاصلاح والدنيا انه تطلع على مظاهرات هي مزبوطة. هلا شو اللي مضوشك اكثر شيء؟ هلا بمضو بدي كيف يعني انا الضغط علي انه على البقر وهون وما مرتاح. الاول كنت بجوز بتامل انه في عالم